لجلال بن عيسى كاس للملعب التونسي بعد اداء ممتاز يخليه يفوز بهذيك. والله ان شاء الله مبروك للملعب التونسي، نبنيوا عليها الكاس هذه مع الوليدات هذوما. عدينا عام سنه صعيب شويه الحمد لله، توا نبنيوا العام الجاي بالصغار هذوما. مبروك على الملعب التونسي، احنا دخلنا في التيتروات ديما، وان شاء الله تيتر مبروك علينا. نجموا نراهم لعبيه في الصنف الاكابر باذن الله. باذن الله عندنا اربع خمسه وليدات العام الجاي كلهم يلعبوا في الصنف الاكابر. جاسر خميري، مباراة كبيرة للملعب التونسي وانتصار عن جدار. والله قبل كل شيء نقول الحمد لله على الأولاد الكل معناتها عطاوا 100% وعزينا الكوبا هذه معناتها غابت علينا عندها برشا. وكما قلت أنت معناتها المباراة ما كانتش سهلة جملة. معناتها شفت معناتها الأولاد الكل معناتها تقول معناتها كي تشوف تقول مثلا ما عمرهم ما لعبوا كرة، كلها تجري على الكرة ما بخل حتى واحد بقدرة عرق. والحمد لله يا ربي معناتها كمان انكسار هذا. أنيس باشي، مباراة كبيرة وتتويج الملعب التونسي في صنف النخب. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيهم اللي خدموا، بارك الله فيهم اللي تعبوا باش اليوم يتوجوا ويفرحوا الجمهور هذا ويفرحونا كهيئة مديرة كذلك. نحن تعرف اللي أغلب اللاعبين موجودين في القائمة الموسعة نتاع الأكابر، هذا يخلينا يعطينا دافع ويعطينا أمل إن شاء الله في مستقبل أفضل الملعب التونسي إن شاء الله. ممكن ياسر راهم لعبية في الموسم القادم في صنف الأكابر الملعب التونسي؟ أكيد، لأنه هما بطبيعتهم فما لاعبين موجودين في الأكابر ولعبوا مقابلات مع الأكابر اليوم وراونا اليوم نجموا نعملوا عليهم إن شاء الله. فما برشا لاعبين إن شاء الله بشراهم إن شاء الله. الحمد لله. الماركه ليكم انتم